شهد فضاء مركز تقوية قدرات الشباب بمسنانة مساء يوم الأربعاء فعالية اللقاء الختامي لمشروع مواطنون فاعلون بحي مسنانة والمنظم من طرف جمعية طنجة الكبرى للتنمية بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وبدعم من وكالة التنمية الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقاء اليوم كيندرج في إطار ديال المشروع ديال المواطنين فاعلون بحي مسنانة اللي كيندرج في إطار اتفاقية الشراكة اللي كتربط الوزارات الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وكالة التنمية الاجتماعية وجمعية طنجة الكبرى في إطار طلب عروض المشاريع لسنة 2015. وهذا البرنامج اللي كيهدف أنه يخلق واحد الديناميكية في الحي ديال مسنانة عن طريق مجموعة ديال تكوينات وتقوية القدرات ديال الشباب ديال مسنانة اللي تدار في مجموعة المواضيع اللي كنشوفوها احنا جد مهمة اللي تخلق واحد الديناميكية خاصة مواضيع مثل التواصل والترافع وتقنيات ديال صياغة المشاريع إلى غير ذلك. ثم كذلك تم في الإطار ديال هذا المشروع تمويل بعض الأفكار ديال المشاريع اللي قدروا الشباب في الإطار ديال التطبيق اللي خداوه في الإطار ديال هذه الدورة التكوينية على أساس أن يعطيونا أفكار مشاريع اللي تحاول تخلق واحد الديناميكية. والحمد لله في الإطار ديال هذا اللقاء الختامي تم تقديم هذه المشاريع اللي قدموهم مجموعة ديال الشباب اللي هي مشاريع كنشوفوها جد مهمة اللي إن شاء الله غتساهم في الخلق ديال واحد الديناميكية وتحقيق ديال مجموعة ديال الأهداف وتعطينا نموذج ديال مجموعة ديال الشباب وديال المواطنين فاعلون خاصة بحال المشاريع اللي شفنا في التوجيه المدرسي أو المشروع المهم بزاف اللي مشات فيه طنجة ديال نظافة وزنقة تعكيس وتربيتي اللي كنشوفوه الحقيقة هو واحد مشروع داخل في الاستمرارية ديال المشاريع اللي كتعرفها طنجة اللي نتمنوا أننا نجي ونشوفوا الحي ديال الرمان اللي طرحوا الاخوان الاشكاليه اللي كيعاني منه الحي واللي جا هذه الفكره ديال هذا المشروع اللي نتمنوا انها كذلك تلقى دعم خاصه من 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 الجهات الاخرى كالجامعه ديال طنجه خاصه انها كتدخل بالفعل زعما في التربيه ديال المواطنين على اساس انهم يتحملوا واحد الجانب ديال تدبير الشان المحلي اللي نورمالمون خص تقوم به الجامعه واللي كتفوضوا للشركه. وكل اللي كنشوفوا ان زعما المواطنين والشباب متحمسين في هذا الميدان فهذا يدل على شيء انما كيدل على ان جميع الشباب حاملين الهم ديال التنميه ديال الحي ديالهم. والحقيقه هذا هو المطمح اللي كنطمحوا نخلقوه في هذه الديناميكيات اللي نتمنوا انها ما تكونش ديناميكيه اخيره. اللقاء عرف عرض 3 مشاريع استفاد اصحابها من التكوين في محاور هامه اليات التواصل والترافع واعداد المشاريع وكيفيه البحث عن الموارد الماليه لها، حيث عبرت جمعية طنجة الكبرى للتنمية عن رغبتها في تتبع هذه المشاريع ومساعدة أصحابها على تحقيق الأهداف بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة. مشروع مواطنون فاعلون في حي مسنانة هو من المشاريع التي تم اقتراحها من طرف جمعية طنجة الكبرى للتنمية بتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية وأيضا الوزارة الوصية، وهو مشروع يهدف أساسا إلى تفعيل وتحريك الحركة الجمعوية داخل حي مسنانة على جميع المستويات من خلال مجموعة من الدورات التكوينية لصالح الشباب، لصالح النساء، لصالح أيضا بعض الجمعيات العاملة في هذا الفضاء قصد تطوير أدائها وتفعيله والخروج به من الهواية إلى الاحتراف، حيث استفاد من هذا المشروع أكثر من 150 شاب وشابة وهو العدد الذي فاق التوقعات التي كانت مرصودة في إطار هذا المشروع. أيضا هو مشروع أدى إلى خلق مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع، حيث سيتم تمويل 3 مشاريع في إطار هذه المبادرة. في ختام اللقاء تم توزيع شواهد التكوين على المستفيدين الذين أكدوا على ضرورة استمرار هذه التجربة لما حققته من نتائج ملموسة على أرض الواقع وما لها من أهمية في تجويد وتطوير عمل الفاعل المدني.